بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 57. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فقد ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله في القاعدة الخامسة من القواعد التي ذكرها في رسالته التدمرية في موضوع الأسماء والصفات مبحث هل في القرآن شيء لا يعرف معناه، ورد على الذين يظنون أن فيه شيئا من ذلك. قال رحمه الله: القاعدة الخامسة أن نعلم لما أخبرنا الله به من وجه دون وجه، فإن الله قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلم يتدبروا القول، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمر بتدبر الكتاب كله. قد قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو الماثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، أي المتشابه. وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. قال الشيخ: ولا منافاة بين القولين، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان، أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل ذلك محمود أو مذموم أو حق أو باطل. الثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن، كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير: فمن قال من العلماء إنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال الله تعالى في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا، إلى أن قال رحمه الله: إذا عرفت ذلك فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة، وتأويل ما أخبر الله به تعالى من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. يريد الشيخ رحمه الله من هذا البيان أن التأويل المعروف في اللغة وعند السلف قسمان: الأول تفسير الكلام وبيان معناه، والثاني حقيقة ما يؤول إليه الشيء المخبر عنه. وأما النوع الثالث وهو صرف اللفظ عن ظاهره من الاحتمال
وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى الاحتمال الراجح، فليس هذا معروفا لا في اللغة ولا عند السلف، وإنما هو مما أحدثه المتأخرون، وهذا الذي استخدموه في صرف نصوص الصفات الإلهية عما دلت عليه من الحق. ثم بين الشيخ رحمه الله نقطة أخرى، أو هي بالأصح عود إلى ما سبق بيانه، من أن بين أسماء الله وصفاته وأسماء وصفات المخلوقين اشتراكا في المعنى لا يقتضي اشتراكهما في الحقيقة، وهذا الاشتراك في المعنى يسمى بالتشابه من حيث اللفظ، كالتشابه الذي بين ما في الدنيا من المسميات وما في الآخرة، وهو لا يقتضي التشابه في الحقائق، قال رحمه الله في هذا المعنى. ولهذا يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة يشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله في الحقيقة. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينهما وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، لا يكون الخالق من أجله مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الحكمة من وجود هذا التشابه بين الحاضر والغائب، فقال: والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد، وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك، وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب، وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة، ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.